حامرة لهذا التحدي ولهذا التنافس، وهنا الشعارات المنطلقة والأسماء المتواجدة باحثة عن الفوز والانتصار، باحثة عن هذا الناموس الغالي. السيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول، ما هي إلا لحظات ونتابع مجريات وتحديات هذا الشوط. البداية مع المركز الأول، البداية مع مقدمة الشوط، وهنالك من تنطلق مع المركز الأول. هنا تتواجد بن صوغان عبيد بن جمعة بن عبيد الفلاسي، من يتقدم ويتصدر قائمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وهنالك الطيارة من تحتل المركز الثاني، مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي يتواجد مع ثاني التحديات. المركز الثالث هملولة سهيل بن سلطان الاكتبي، من يتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات وينطلق إلى المركز الأول. من يغير الأمور ويندفع مع مقدمة الشوط؟ هملولة سهيل بن سلطان الاكتبي، بينما المركز الثاني هنالك الطيارة مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي متواجد مع ثاني التحديات. المركز الثالث هنا بن صوغان عبيد بن جمعة بن عبيد الفلاسي يندفع مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع الشاهنية من تتقدم مع المركز الرابع ناصر رابر. وأول نداء للدوحة سالم بن منصور العامري مع المركز الرابع في هذه اللحظات. نعود إلى جبارة، الله يا جبارة، القيادة مع جبارة، الناموس في انتظار جبارة، وجبارة القادمة بكل قوة وبكل جدارة مع المركز الأول. حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، من يندفع بهذا الناموس الغالي في هذا الشوط المميز، باحثا عن السيارة. السيارة تنتظر، الزعفران ينتظر، والناموس الأغلى ينتظر، وجبارة القادمة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري بدون أي منافس. تهانينا تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار منذ هذه اللحظات. هنا من تصل جبارة مع المركز الأول، حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، لحظات وصولها إلى خط النهاية لتعلن هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني الطيارة مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي، المركز الثالث جواهر السيد محمد بن عبيد العامري، المركز الرابع بنت صوغان أم الدوحة سالم بن منصور العامري مع المركز الرابع، وخامسا وصلت الشاهنية سلطان بالضاحي بن سلطان الحميري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك جبارة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، قطع مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدر بانتظار التوقيت الزمني، لحظة وصول جبارة إلى خط النهاية، تهدي هذا الناموس وهذا الفوز لمالكها حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري بانتظار التوقيت الزمني. إذن تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي الانطلاقة لشوطنا السادس، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا السادس الخاص هنا أيضا بالثنايا البكار المهجنات الأصايل لأيضا أبناء القبائل على